ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك علما بأن البنك لا يملك السيارة حتى يأتي الشخص بمطالبته؟ كذلك هناك زيادة في القسط، هل هذه المعاملة جائزة؟ أما الزيادة في الثمن من أجل التأجيل فلا مانع منها، وأما أنه يبيع شيء وليس في ملكه هذا لا يجوز، لا يجوز للبنك ولا لغيره أن يبيع شيئا وهو ليس عنده ولا في ملكه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الواجب على البنك وعلى غيره أن يوفر السيارات ويملك السيارات، إذا جاءه الزبون يبيع عليه حالا أو مؤجلا.